تاني دوكيمنت تايب معانا اللي هو الماركت ريكويرمنت دوكيمنت او الماركتنج ريكويرمنت دوكيمنت. الام ار دي فوكسز مينلي على الماركت نيدز، بيقول لك بيحدد البروجكت دوت اكوردنج تو الماركت نيدز، هو محتاج ايه بالظبط، ايه النيدز اللي موجوده في الماركت دلوقتي، هل انا محتاج اعمل الفيتشرز دي ولا الفيتشر اللي عليها ترند دلوقتي حاجات تانية، هل الفيتشر دي لو نزلت لما تنزل الماركت هتعمل افكت ولا لو غيرت فيها هيبقى فيها احسن. هو بيبص على الماركت نيد. الام ار دي تيبكالي اكسبلين، او بمعنى صح بتوضح ايه هو البرودكت، البرودكت هيكون ايه، مين الكاستمر التارجتد، ايه الكومبيتيشن هتبقى مع مين، ليه الكاستمر هيعجبهم البرودكت ده. تاني الام ار دي بيوضح ايه بالظبط تفاصيل البرودكت هتكون ايه، ايه الاوتبوت بتاعي هيكون شكله عامل ازاي في الاخر، عشان الماركت احدد الماركت نيدز او الماركت ريسبونس على النيدز بتاعتي. مين التارجت كاستمرز، سواء تارجت كاستمرز اللي موجودين دلوقتي كارنتلي او فيوتشر كاستمرز، فلازم ابقى عارف مين التارجت كاستمر عشان اشوف النيدز بتاعتهم. برضو لازم ابقى عارف ايه هي البرودكت اللي موجوده في الماركت عشان هيبقى في كومبيتيشن بيني وبينها. فعشان احدد الماركت نيدز لازم ابقى عارف ايه اللي موجود في الماركت اصلا، ايه البرودكت اللي فيها كومبيتيشن اللي موجوده في الماركت دلوقتي اللي هيحصل فيها كومبيتيشن ما بيني وما بينهم. اخر حاجه ليه الكاستمر هيعجبهم البرودكت بتاعي اللي انا هنزل بيه اكتر من او بجانب البرودكتس اللي موجوده في الماركت اوريدي. فيبقى عندي ماركت اناليسيس، انا عارف الماركت محتاج ايه، فلما هاجي اشتغل على الديفلوبمنت هشوف ايه البيزنس فاليو، هنا بحدد البيزنس فاليو بالنسبه للماركت از توتال مش بالنسبه لكاستمر معين، انا بشوف الماركت كله هي ايه هيحدد لي ايه. فكده الام ار دي بيحدد التارجت ماركت، ممكن تبقى انت جاي شغال في حته والمكان دوت الماركت اللي انت هتنزل فيه اتس نوت سفيشنت ان انت تنزل فيه للبرودكت ده، فتختار مكان تاني. يعني نقول مثال بسيط، دي اول ما نزلت ما نزلتش في القاهره، نزلت في اسكندريه، كانت متخصصه في اسكندريه بس. ليه؟ عملت ماركت اناليسز، لو نزلت في القاهره في الاول قبل ما تنتشر كانت هتلوز الماركت. ليه؟ لان الكومبيتيشن فيها كانت عاليه جدا، اوبر وكريم كانوا موجودين في الفتره دي بشكل قوي جدا. فديدي عملت ايه؟ عملت سعر رخيص، عملت انها متخصصه فين؟ اسكندريه بس، ونزلت في اسكندريه. ولما حصل ان انا اخدت شير من الماركت في اسكندريه بشكل ان ناس كتير قوي في اسكندريه ما كانتش بتطلب لا اوبرا ولا كرينج، بتطلب ديدي بس. فلما اخدت جزء كبير من الماركت شير ابتدى ان هو ينزل بقى القاهره ويتوسع. فهنا الماركت اناليسز مهمه جدا في الديسيجن ده. فديفينيشن اوف ذا تارجت ماركت، انا هنزل فين، مين البوتنشال باير او اليوزر سواء كارنت او كاستم او فيوتشر، مين هم، كومبريهنسيف ليست اوف ماركت ريكويرمنت، ايه اللي انا محتاجه عشان احقق السوليوشن دوت، عشان السوليوشن ده يحصل له ساتسفاكشن والماركت يعوزه. انديكيتورز، ودي اهم حاجه، انديكيتور اوف سكسس اوف ايتش ريكويرمنت، انا لازم ابقى عارف ايه السكسس كرايتيريا اللي هتحقق لي السكسس في ايه، انديكيتور على السكسس ده اللي هتحققه لي في الماركت. فعشان اعرف الكلام ده لازم عندي ماركت اناليسيس كويس، وده اللي عملته ديدي لما جينا نفس المثال اللي احنا لسه قايلينه. لما جت تشتغل عملت انديكيتور سكسس في الاول، لقت ان لو عملت نزلت في القاهره في الاول ما كانش عندها انديكيتور لاي سكسس، كان الانديكيتور كله لوز. فلما بقى الماركت عملوا اناليسيس ليه في اسكندريه لقوا ان الانديكيتور بتاع السكسس عالي، فراحوا عاملين امبلمنت للبروجكت هناك. بعد كده بريتورايزد ليست اوف ريكويرمنت من ايه، فروم ماركت بوينت اوف فيو مش كاستمر بوينت اوف فيو. في فرق كبير بين الكاستمر والماركت في البوينت اوف فيو. الكاستمر ممكن يبقى عايز حاجات معينه، لكن الماركت بيبقى ليست اوف كل الكومبيتيشن وكل اليوزرز وكلهم مع بعض، ايه الحاجه الترند اللي هتبقى هي دي البريوريتي بتاعتها. في الاخر تايم فريم بتاع البرودكت لانش، انا كل ده بعمل ايه في الاخر عشان اعمل لانشنج للبرودكت ده في الماركت ده،
فلازم عندي تايم فريم، انا هنزل امتى علشان احدد انا هكسب ايه في الكومبيتيشن بتاعتي. ما انا ممكن بعد ما اقعد اعمل كل الشغل ده واجي احط تايم فريم بعيد جدا، اجي بعد ما انزل الاقي نفسي ان انا اوت اوف ماركت، سواء بقى ان الكومبيتيشن حد من الكومبيتيشن عمل الحاجات اللي انا بقول عليها بقت اوت ديتد، الفيتشرز اللي انا بنزلها دلوقتي كانت وقت مهمه فيه بعد كده ما بقتش مهمه، ممكن يكون حدث مهم هيحصل، معرض بيتعمل سنوي، فلازم احدد تايم فريم عشان انزل في الميعاد ده قبل الميعاد ده وهكذا. فيبقى في عندي تايم فريم للبرودكت لانش، كل دوت بيبقى مهم جدا بعد البي ار دي عشان اعرف انا توجهي في السوليوشن بتاعي هنزل في انهي ماركت، انا هعمل ايه بالظبط عشان احقق سكسس، او علشان احدد ايه الانديكيتور بتاع السكسس او الفيلينج بتاعي في الماركت او في التارجت ماركت اللي انا هشتغل عليه.